خليني اقف عند كامل العدد. قد ايه مسلسل خفيف ودمه خفيف والمود حلو كده، والشخصيه كانت بتاعت حضرتك الاب الحنين الجميل بابا دينا التشربيني، وان هو الفيلم ده كان يعني هو كان فيلم قبل كده على ما اعتقد ماخوذ عنه يعتبر. الفيلم صح على ما هي ليال مزبوط. بس هي تيمة عالميه، تيمة كده متهمة، نقدر نقول انها موجودة في اكتر من عمل فني من زمان قوي. صح. رد الفعل جه حضرتك ايه بعد عرض المسلسل ده؟ ان هو كان كوميدي في وقت يمكن ما كانش فيه اعمال كوميدية كتير في رمضان اللي فات كمان. يعني هو تصنيفه زي ما يعني هنقول اجتماعي. اجتماعي كوميديا خفيفة كده، لايت كوميدي زي ما بتقولوا يعني. من اول ما قريت السيناريو وكان حظنا كويس ان احنا بدانا بدري ومعانا ال 15 حلقه وده طبعا للاسف الشديد ده نادر دلوقتي ان عمل يبدا ومعاه كل الحلقات. فمن اول ما قريت الحلقات رنا بوريش ويسر طاهر المؤلفات مبدعات بشكل كبير وصغيرين جدا في السن يعني الثلاثينات يعني هما الاثنين بدايه الثلاثينات شاطرين جدا يعني عندهم قدره ان هم يوفروا عالم مصري جدا واجواء مصريه جدا والشخصيات مرسومه بشكل جميل وبشكل في عمق وكل شخصيه واخده حقها وفي نفس الوقت في خفه دم كده لطيفه قوي وفي جو انساني وطبعا مشاعر العيله المتماسكه اللي احنا مفتقدينها دلوقتي. اعتقد ده سر نجاح المسلسل يعني في انه بيقدم عيله متماسكه رغم كل تناقضاتها انما متماسكه جدا عارف ازاي تحافظ على بعضها بيدافعوا عن بعض بيحبوا بعض جدا رغم التناقضات ورغم الاختلافات ورغم كثره الاباء وكثره الامهات في الـ في الـ في الـ في العيله في العيله نفسها والموضوع يلخبط يعني. وطبعا الشخصيه بتاعت اللي انا عملتها